بمناسبة حلول عيد الحب ويصادف يوم 14/2. الحب لا يعني كلمة عشق هي مستديمة، الحب هو حب الوطن وحب العائلة وحب الزوجة والأولاد وحب كل الناس الخيرين. الحب كلمة كبيرة، اللي يستوعبها واللي يفكر بها ما يقدر يطلع من إطار هذه الكلمة إلى أبعد مدى. اللي كون الحب هو كلمة مقدسة تعبر عن الإنسانية، عن المشاعر الحقيقية، تعبر عن كل صفات الإنسانية الموجودة بالإنسان. ونتمنى يا ربي أن يكون هذا العيد إذا كان هو مناسبة تكون مناسبة خير وسعادة على كل العراقيين والأمة العربية والإنسانية جمعاء. نتمنى الموفقية للكل، وإن شاء الله كل سنة عيد حب على الكل بالرفاهية والسعادة يا رب. دعونا نتفاعل بالخير، دعونا لا ننظر إلى نصف الكأس الفارغ، بل نتمعن كثيرا بالنصف المملوء. هذا وطن، فحب الوطن هو أبرز وأقوى حب. إذا استطعنا أن نحب الوطن فالكثير من الأشياء ستأتي بعد حب الوطن، وخاصة في هذا الظروف أو في هذه الظروف التي يعيشها بلدنا العزيز بلد العراق. طبعا عيد الحب هو مو خاص، يعني نقول عيد خاص بس للمحبين فقط، وإنما يعني جميع الناس، مثلا حب الوطن، حب الأهل، حب يعني الأصدقاء. يوم جميل، يعني واحد شوي يبعد بي عن المشاكل والهموم. أنا بالبداية يعني أحب أهني عائلتي، أمي وأبوي وأخوتي، وعايد أهني أختي هم يعني عايشة بالخارج، وما أنسى طبعا زوجتي. أهنئ العالم والشعب العراقي بمناسبة عيد الحب، وأحب أقدم التهنئة إلى كل أحباب قلبي، وأخص بالتهنئة إلى قناة كادر سامراء وإلى برنامج صباح سامراء وإلى جولستان. أنا أعتقد أن الاحتفال بعيد الحب هو بالعمل على إنهاء كافة الأزمات وتصافي، أن تتصافى كافة القلوب وتعود المياه إلى مجاريها، ونعيش ب سعادة وتآلف وروح واحدة. هذا هو الحب الحقيقي، ولا فائدة من الأعياد الأخرى وما شابه ذلك. طبعا عيد الحب يعني هو ليس لشخص واحد فقط، يعني أنا أعتبره هو عيد للكل، عيد للجميع، عيد للمرأة، عيد للأم، عيد للأب، عيد للوطن، يعني فيكون الحب شامل أفضل، يعني هذا من رأيي يعني. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليكي يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة حبيبة. أيضا الحب الحقيقي هو نكون يعني يكون لما نقطعني يا حب. هذا يا حب جايني جيني قلبي من الجرح صار مني. بداية نحن الآن ليس في عود تيك تيك ولا بسر